مرحبا. من المعروف انه البشر لما بدهم يعبروا عن سعادتهم بيضحكوا، وهي الضحكه بتختلف من شخص للتاني، وهي وسيله مهمه للتواصل والترابط. بس يا ترى كمان الحيوانات بتضحك؟ تقرير بين انه بعض انواع اللعب عند الحيوانات بتكون على شكل عراك وقتال، وهي ممكن تحكي او تضحك اثناء اللعب لحتى ما تكون عدوانيه او ضاره. والباحثين قالوا انه 65 نوع من الحيوانات، معظمها من الثدييات، وبعض من انواع الطيور عاده بتضحك بصوت بين الهادئ والمرتفع كضحكه لطيفة. ننتقل نشوف كيف عم يكون الطقس. عم يستمر الجو خريفي معتدل بين الصحو والغائم جزئيا، مع فرصة لهطة زخات من المطر على المناطق الساحلية ليلا والسديمية بالمناطق الشرقية والبادية، وعم تميل درجات الحرارة الانخفاض لتقترب من معدلاتها بأغلب المناطق. الرياح غربية لجنوبية غربية معتدلة عم توصل سرعتها ل 25 كم بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين ال 50 وال 85%، أما البحر متوسط ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 23 درجة. ننتقل نشوف كيف عم يكون الطقس بالعاصمة دمشق. عم يكون غائم جزئيا وعم تسجل العليا 28 درجة، أما بالمحافظات السورية كيف عم يكون الطقس؟ بالمنطقة الجنوبية بسويدا عم يكون طقس صحو وعم تسجل العليا 28 درجة، أما بدرعا عم يكون طقس غائم جزئيا وعم تسجل كمان العليا 28 درجة، وبالقنيطرة مكفية الأجواء غائمة جزئيا. بالمنطقة الوسطى كمان عم يكون الطقس غائم جزئيا بحمص وعم تسجل فيها العليا 29 درجة، وبحما مكفية الأجواء غائمة جزئيا وعم تتراوح الحرارة بين 15 و 29 درجة. بالمنطقة الساحلية بيكون بطرطوس ليلة ماطر وعم تسجل عليا 29 درجة، وباللادية مكفية الأجواء ماطرة وعم تتراوح بين 19 و 28 درجة، وبلواء اسكندرو عم تسجل عليا 27 درجة. بالمنطقة الشمالية بإدلب عم يكون كمان طقس غائم جزئيا وعم تسجل عليا 30 درجة، وبحلب عم تتراوح بين 15 و 29 درجة. بالمنطقة الشرقية عم يكون الطقس سديمي برقة وعم تسجل فيها العليا 30 درجة، أما بالحسكة فعم يكون الطقس صحو وعم تتراوح الحرارة فيها عم تسجل عليا 33 درجة. أخيرا بدير الزور مكفي الطقس سديمي وعم تسجل فيها العليا 33 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، تلاقوني بكرة تبقوا بخير.